Bonjour. Cette semaine, nous allons étudier les quatre repas et la nourriture. بالأسبوع هذا درسنا راح يكون عن الوجبات الأربعة والأكل الغذاء. اليوم درسنا vocabulaire مش grammaire مفردات. نبلش بلي quatre repas. Les quatre repas sont الوجبات الأربعة هما le petit déjeuner الفطور le déjeuner الغداء le goûter اللي هي السناك او العصرونه le dîner العشاء le matin est le moment du petit déjeuner الصبح هو وقت وجبه الافطار le midi on prend le déjeuner الظهر نتناول وجبه الغداء l'après-midi on prend parfois le goûter بعد الظهر ناخد عادة وجبة السناك أو العصرونة. Et le soir, c'est le moment du dîner. والمساء هو وقت العشاء. خلينا ندخل بتفاصيل أكتر. بدنا نركز على le petit déjeuner. شو الأكلات اللي بناكلها بفترة le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner? إيش منتناول بوجبة الإفطار؟ Je bois, يعني بشرب. Je mange, يعني باكل. Je mets, يعني بحط. بضيف. ناخذ الجزء الأول. Je bois du café, du jus d'orange, de l'eau, du yaourt, du lait. مش راح أترجم معانيهم لأنهم واضحين. الصور مبينة كل شيء. بس دو ياوغ يعني يوغورت دو ياوغ دو لي يعني حليب دو لي انتبه للفرق باللفظ بين دو لو لانه او ا او بيعملوا صوت او دو لو ودو لي الا اي بيعملوا صوت اي دو لي دو لو دو لي جو مانج دو بان كل انواع الخبز بنسميه دو بان بشكل عام des fruits, des céréales, des croissants. بس بدي اياك تنتبه انه كلمة décroissant ما بيكونش بقلبها اشي ولا شوكولاتة ولا اي اشي تاني بيكون بس زبدة بقلبها. Qu'est-ce que tu mets dans le pain? شو بتضيف على الخبز؟ شو بتحط بقلب الخبز؟ Je mets du fromage, du beurre, de la confiture, des œufs, de l'avocat, des olives noires et vertes, du jambon, de la charcuterie. خلينا اشرحهم هدول. Du fromage يعني جبنة. بنعرف انه فرنسا مشهورة كتير بالجبنة وعندها عدة انواع. Du beurre, يعني زبدة. De la confiture, يعني مربى أو تطلي. Des œufs, بيض. ليش لفظناها هيك؟ لأنه O و E ملزقين ببعض فبتنلفظ E طويلة. Des œufs. الإف آخر حرف منلفظوش والإس تبعت الجمع منلفظوش. Des œufs. De l'avocat. Des olives, يعني زيتون. Noir, أسود. وبيرت أخضر إجت الصفتين الألوان هون في أ قبل الأس لأنها جمع مؤنث des olives كلمة مؤنث فيمينا des olives noires ou vertes du jambon يعني بيكن اللي هي زي المرتديلا بس من خنزير de la charcuterie اللي هم كل الأشياء اللحوم المصنعة زي المرتديلا والسجق والسلامي وكل هدول بنقولهم de la charcuterie هلا بعد ما تعلمنا هدلاكت بدنا نتفرج على شوية أفعال استعملناهم هون، إذا برجع لورا أشوف شو الأفعال اللي استعملناهم بهالصفحة بنلاقي جو بوا بشرب، جو مونج باكل، وجو مي بحط. خلينا نشوف تصريفات هاي الأفعال كيف بتكون. لو فيرب بواغ فعل يشرب. هذا فيرب دو تخوازيم جروب.
تصريفه مش مثل أفعال البريمير جروب، بدنا نحفظ تصريفه حفظ. أول إشي بسويه في بعض البخونو بيرسونيل من إيميل منها، وبعض البخونو بيرسونيل بس البي بستعمل، بقيم كل الواو هاي. هات لنشوف كيف. Je bois، بخلي الـ OE وبزيد بالآخر S بدل الـ R. Tu bois، نفس الإشي، نفس je bois بتنكتب tu bois. O والـ E مع بعض، الـ O والـ E بينلفظوا wa. Wa. Je bois. الاس اخر وحده بتنلفظش. Je bois. Tu bois. نفس الكتابه. Il, elle, on boit. بنكتبوا مثل مع الجو والتو، بس اخر حرف فيهم تي، بس بما انه بالثلاث حالات اخر حرف بينلفظش فالثلاثه نفس اللفظ. Je bois, tu bois, il, elle, on boit. هلا بجزء البلوريال بنلاحظ انه الكلمه تغير كتابتها، تغير الغسيل تبعها. أخذنا بس البي من الفيرب الأصلي، بتصير نو بوفون، زدنا U و V، بعدين حطينا الـ O والـ O and S. نو بوفون، فو بوفي، نفس الغسيل استعملنا بوف بوف، بس هون زدنا O and S وهون زدنا U Z. إيل إل بواف، هذا الفيرب بده حفظ تصريفه. نشوف الفيرب اللي بعده. Le verbe manger يعني يأكل. Manger بينتهي بـ ER، معناته تصريفه مثل تصريف كل الأفعال اللي بتنتهي بـ ER، بس في شغلة واحدة بدها انتباه، هلا بس نوصل عندها بنحكي عنها. بنقيم الـ ER وبنصير نضيف الإضافات اللي إحنا بنعرفها. Je mange. Tu manges. Il, elle, on mange. الإضافات كانت E, ES, E. Nous mangeons. إذا لاحظتوا هون زدنا حرف E قبل الـ ONS، وهذا بس مع هذا الفعل شفناها أول مرة بنشوفها. ليش زدنا حرف الـ E هون؟ لأنه حرف الـ J إذا إجا بعده حرف الـ O أو حرف الـ A إجباري ينلفظ G. إذا ما حطينا الـ E بتصير nous mangeons، وهي مش mangeons، لازم تكون mangeons. فزدنا حرف الـ E بعد حرف الـ J منشان تصير nous mangeons. Vous mangez. Il, elle mange. معناته الوحيدة اللي عندها حالة خاصة هون اللي هي عند النو. Nous mangeons. إنه منزيد E قبل الـ ONS. وإذا ما انضافت الـ E هون بيكون غلط. آخر verb. Le verb mettre. يضع. شايفين كيف هون عم بحطوا جبنة فوق الخبز؟ بيقولوا mettre يضع. هذا كمان بده حفظ الverb. من قيمة T-R-E ومنصير نضيف Je mets Tu mets Il, elle, on met. بهالحالة بس إن الاس هون زدنا T-S وهون T بدون S. Nous mettons، هون استعملنا double L بهالحالة عند البلوريال مثل ما هي موجودة فوق double T، عفوا double T، وهون كمان استعملنا double T. Nous mettons. Vous mettez. ليش لفظنا هون A ما لفظناها E؟ ما قلنا mettons ولا mettez، قلنا mettons. Mettez. لأنه بعدها إجا double، حرفين double T. لما يكون double بعد الـ E بتصير تنلفظ A. Mettons. Nous mettons. Vous mettez. Il, elle, met. الـ E and T مثل ما بنعرف صامتة، فبنلفظ بس لعند double T. Il, elle, met. وهذا كان درسنا لليوم، بتمنى يكون واضح ومفهوم، ويعطيكم ألف عافية. بون جورنيه.